سمير نايم في الميكروباص وكله مطب بيدقلك. طبعا دلوقتي ده بيبين لنا ان هو مع الحركة وبيبدأ يتفاعل عشان يفضل نايم. ودي حاجة كويسة نتعلمها عشان نقدر ننام من غير ما حد يقلقنا في الميكروباصات. دي اسمها الطريقة اللولبية. اي مطب بيروح متحول على طول، واخد نص دايرة وكمل نومه. ودي طريقة جديدة علشان نتعلم ازاي ننام في الميكروباصات. سلام.